كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. الحقيقة في بداية الصيام جسمنا بيعمل عملية فلترة وديتوكس شامل. تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل لما بنصوم. لما بنصوم وجسمنا بيبتدي يتعامل مع قلة الأكل اللي داخل معاه، بتبتدي تحصل عملية ديتوكس طبيعي، ويبتدي الكبد بتاعنا يشتغل بشكل كويس، ويبتدي الجسم الهرمونات بتاعته تشتغل بشكل مظبوط. وعلشان كده الصيام من أو رمضان عموما من أحسن الشهور اللي بنقدر نخس فيها أو نحافظ على وزننا أو نتبع نظام صحي. ولكن إحنا بنسيء استخدام الصيام، بنسيء استخدام رمضان، بأن إحنا بعد الفطار بننطلق وناكل بكميات كبيرة جدا جدا بشكل بيعرضنا لأضرار صحية زي التخمة وارتفاع سكر الدم وزيادة الدهون الثلاثية. وعلشان كده مهم جدا جدا الاعتدال. يعني إيه الاعتدال؟ الاعتدال إنه إحنا ناكل بدون إسراف. إزاي؟ يعني وقت الفطار مثلا أنا ممكن آكل حاجة زي الخشاف أو آكل 3 بلحات ولكن بدون إضافة سكر. يعني هيبقى ال3 بلحات ومعاهم واحدة تين واحدة قراصية يتنقعوا في مية بدون إضافة سكر، يبقى أنا كده قللت السعرات وقللت السكريات البسيطة واستفدت من الفوائد والمعادن والفيتامينات اللي موجودة في الخشاف. مهم جدا جدا الاعتدال في تناول النشويات زي الرز والمكرونة. طبعا بناكل بقى محشي، مكرونة بشاميل، لا ناكل نوع واحد من النشويات يمثل ربع الطبق. يعني حلوة قوي لو قسمنا الطبق بتاعنا 4 ارباع، ربع يكون البروتين المتاح أثناء الفطار، وربع للنشويات، وربع للسلطة، وربع للفاكهة اللي ممكن ناكلها بين الفطار والسحور. في وجبة السحور الاعتدال برضو مهم جدا جدا، ولكن يستحسن في وجبة السحور ان احنا ناخد بروتينات بشكل كافي تتمثل في الفول للناس اللي مش بتتعب منه، وناخد معاها زبادي او بيضة مسلوقة علشان البروتين يفضل مشبعنا فترة طويلة، وبلاش اسراف في النشويات في السحور علشان ما نعطش تاني يوم ونبقى جعانين وتعبانين طول اليوم. دمتم في صحة دايما وكل سنة وحضراتكم طيبين.